شارك السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم عبر وسائل الاتصال الإلكترونية في القمة العالمية للقاحات، والتي استضافتها المملكة المتحدة على مستوى رؤساء الدول والحكومات ومشاركة عدد من وزراء الخارجية والصحة. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن القمة عقدت بغرض حشد الموارد المالية اللازمة لتوفير اللقاحات للدول النامية، لا سيما في ظل تداعيات جائحة فيروس كورونا. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد بوريس جونسون رئيس وزراء المملكة المتحدة، السيدات والسادة رؤساء الدول والحكومات، في البداية أتقدم بكل الشكر والتقدير للمملكة المتحدة على مبادرتها بالدعوة لهذه القمة المهمة، والتي تأتي في توقيت حيوي في ظل انتشار وباء فيروس كورونا، والذي أثبت حاجة العالم إلى التضامن والعمل بسرعة للحد من انتشار المرض والبحث عن تطعيمات فعالة على أن تتوافر للجميع بشكل عادل، خاصة وأن حماية البشر من هذه الأوبئة هي مسؤولية العالم أجمع. كما يتعين ألا ندع جائحة كورونا تفقدنا الاهتمام بباقي الأمراض المعدية التي سعى العالم مسبقاً للحيلولة دون انتشارها، مع أهمية العمل على بذل جهود مشتركة لتقديم اللقاحات الروتينية واستئناف حملات التحصين ضد الأمراض الفتاكة التي يمكن منعها باللقاحات. السيدات والسادة، تتابع مصر التجارب الجارية للتوصل إلى لقاح لفيروس كورونا والتعاون العلمي في هذا الصدد من خلال جهات البحث المصرية، كما حرصنا منذ بداية الأزمة على تقديم يد المساعدة لبعض دول العالم الصديقة للتخفيف من تداعيات الجائحة كترجمة للتضامن العالمي. وختاما، فإن مصر على استعداد لنقل تجربتها في تطبيق برامج التطعيمات الإجبارية، والتي ساهمت في الحد من أمراض وفيات الأطفال، كما أننا مستعدون للمساهمة في أبحاث وتصنيع اللقاحات وتدريب الكوادر الطبية وإجراء التجارب السريرية الإكلينيكية للقاحات والتحصينات الجديدة. وشكراً.